صباح الخير. انا هشرح لكم ان شاء الله جزء الاوديت بلاننج او الجزء الثاني من ايه من ماده الاوديت. النهارده هنتكلم عن اوديت بلاننج او تخطيط لعمليه المراجعه، او ازاي انا كاوديتور او انا كمراجع رايح شركه او جالي كاستمر بيقول لي تعالى راجع لي ايه الشركه، انا هعمل ايه او ايه الخطوات اللي انا هعملها. يبقى اول حاجه، ايه الهدف من الاوديت بلاننج او البيربز اوف اوديت بلاننج؟ اللي هو انا افهم تو جين اندرستاندنج للكلاينت بيزنس اون ذا اندستري. انت تروح تفهم العميل ده شغله ازاي وبيعمل ايه على اساس انت تقدر تعمل له مراجعه. طب الهدف من الاوديت عموما ايه، او الاوديت بلاننج انت ليه تعمل التخطيط ده، او انت ليه بتخطط ازاي هعمل مراجعه، ازاي هكتشف اي اخطاء مثلا؟ قال لك في 3 مين بيربز فور بلاننج. اول حاجه ان انت تعمل obtain sufficient appropriate evidence، يعني انت تفهم بطريقه كويسه او تحصل بطريقه كويسه على اي evidence يكون في مشكله. انت الهدف بتاعك انت رايح تعمل دلوقتي للشركه تكتشف اي اخطاء material misstatement، فانت المفروض ان انت get evidence. تاني حاجه تعمل الكوست بتاعت الاوديت. اخر حاجه اي مس اندرستاندينج وذ كلاينت، انت ما تتعاركش مع العميل من الاخر. يبقى انت هدف ان انت تفهم من الكاستمرز كلاينت بزنس اندستري، وبعد كده احط الكوست، وبعد كده ايه يبقى مفيش مشاكل ان شاء الله. طب قال لك عشان تعمل اوديت بلاننج عندك الايت ستيبس، ادي 1 2 3 4 5 ادي الايت ستيبس اللي انت تعمل فيهم الاوديت بلاننج. اول ستيب قال لك اللي هي عباره عن ايه، اللي انت تقبل العميل او تقبل اكسبت ذا كلاينت. انت دلوقتي جاي لك كلاينت قال لك تعالى راجع لي شركه، فانت المين جول او الستيب الاولى ان انت اكسبت كلاينت وتعمل انيشال بلاننج، تعمل زي ايه بدايات كده ليه للتخطيط. وتاني حاجه اندرستاند البيزنس كلاينت، انت تعرف انت هتراجع ايه، مش هتدخل عمياني، انت لازم تفهم الكلاينت ده عباره عن ايه او ايه المخاطر اللي عنده. تاني حاجة آخر تالت حاجة اللي هي إيه البيزنس ريسك أو المخاطر بتاعة العميل، وتعمل أناليتيكال بروسيجرز. ناخد إحنا هناخد إيه لحد هنا النول. البداية بتاعتك تقبل العميل، أنت دلوقتي الكاستمر جالك تعمل له أكسبت. طب بعد ما أكسبت افهم العميل، أندرستاند ذا كلاينت، فهمت العميل، تعمل الريسك اللي حوالين العميل أو في المخاطر بتاعة إيه شغل العميل، accept the risk او understand او assess the risk. بعد كده هتعمل ايه اللي هي ايه الـ analytical procedures او الـ performance procedures، شوف العميل ده الاداء بتاعه شكله ايه. طيب تعالوا ناخد اول واحده اللي هي ايه accept the client and perform the initial audit planning. هنا هو بيعمل ايه او الكاستمر بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل المفروض يقرر، او الـ results اللي طالع من اللي هو accept the clients هيقول له accept or reject the client. انت جالك عميل مثلا شاكك فيه هتعمل له ريجكت، لا شايف ان هو كويس وشغله كويس تعمل له ايه اكسبت. بعد كده تقول الكلاينتس نيد اوديت، انت العميل عاوز اوديت ليه، هو طبيعي يعني اي حد عاوز اوديت بيبقى عنده مثلا اوديت يعمل ايه اوديت فاينانشال ستيتمنت، يبقى عنده تقارير ماليه تم مراجعتها، ده اساسي يعني. طيب obtain an understanding of the client وselect the staff for engagement. انت دلوقتي فهمت العميل، لقيت العميل ده شغله ايه شركه صغيره، فانت عرفت ان انت الستاف اللي انت اللي هيجي لك هيكون ايه على قد الشركه بتاعته، على قد شغله، على قد سهولته او صعوبته. لو واحد مثلا سبيشالايز مثلا في الايه في البترول، يبقى انا عاوز حد فاهم في الحاجات الحكوميه، كل ايه كل ستاف على اساسه. يبقى ده الريزلت او الهدف من اول ايه اول واحده اللي هي accept the client and perform initial audit planning. تعالوا نروح للايه للستيب الثانيه اللي هي understand the client industry. gain the understand of the client industry اللي هي step 2 ده. انت دلوقتي الاندستري بتاع الشركه، تمام، ادي الاندستري. دلوقتي انت ايه في الانفايرمنت، ادي السوق كده في الشركه بتاعتك، هنا دي ايه شركه الكلاينت. بيبقى عنده حاجتين او حاجتين لازم الكاستمر ياخد باله منهم،
الـ external environment او اللي هي الاندستري. يبقى دي اول حاجه، ان الكلاينت، ان الاوديتور must understand الكلاينت بزنس اندستري، لازم يفهم شغل العميل او الشركه فيها ايه ارباحها. خمس حاجات. اول واحده، انت عندك حاجه اكسترنال وعندك حاجه انترنال، يبقى لازم نفهم اول حاجه الاكسترنال، نشوف السوق شغال ازاي، اللي هو السوق. تاني حاجه، ادخل بقى عند العميل، هتفهم البيزنس. انت دلوقتي دخلت الشركه بتاعه العميل، هتلاقي اول حاجه البيزنس اوبريشن، الشغل بتاع الشركه. تاني حاجه، مين اللي بيدير الشغل؟ المانجمنت عند الجوفرنس. الجوفرنس دي عباره عن ايه؟ عباره عن رولز تو جوفرن ذا اوبريشن اوف ذا ايه كومباني. هي عباره عن قواعد او هيكل منظم او اليات اللي انت تعمل ايه جود جوفرنس، حوكمه كويس، او تمسك قيود الشركه او الاوبريشن او رولز للشركه. حاجه ثالثه، ان انت دلوقتي في جوه الكلاينت، قلنا في البيزنس، بعد كده المانجمنت، تفهم الاوبجكتيف والاستراتيجي بتاعت العميل. العميل ده عاوز ايه وبيخطط لايه في المستقبل، الاوبجكتيف اللي هو عاوزه حاليا، والاستراتيجيز اللي هي ايه ان ذا فيوتشر. خامس حاجه، اللي هو يشوف البرفورمانس اوف ذا كلاينت، شوف الاداء بتاعه ده كويس ولا لا. طيب يبقى ايه ده في الخطوه بتاعه الاندرستاندينج اوف ذا كلاينت بزنس اندستري. في فاكتورز زودت الاهتمام بالعميل او باللي هي ايه بالشغل بتاع العميل او الاكسترنال انفايرمنت. ايه هي الفاكتورز؟ طبيعي جدا الاي تي انفورميشن تكنولوجي، اي انفورميشن تكنولوجي بتزود المخاطر او لازم يفهم كويس او شغل العميل. لان الاي تي دلوقتي هي بتعمل عباره عن ايه، انت الحاجات كانت بيبر، كلها كانت بيبر، دلوقتي بقت كلها كمبيوترايز، كلها في الكمبيوتر، شغاله في الكمبيوتر. فانت ازاي تراجع؟ بدل ما كنت بتراجع ورقي هتراجع على ايه؟ على الكمبيوتر. الحاجه الثانيه، جلوبال اوبريشن، لو الشركه بتاعت العميل مالتي سايت او مالتي ناشونال، شغاله في اكتر من دوله. واخر حاجه، الهيومن كابيتال، الناس اللي شغاله دي خبراتها وادائها. في ثلاث حاجات زودوا الاهميه اللي انا اهتم بستيب 2 اللي هي جين اند اندرستاندينج كلاينت بزنس. تعالوا بقى ناخد احنا كده في ستيب 2 رقم ايه، اللي هي الاندستري اند اكسترنال انفايرمنت، اللي هو البيئه الخارجيه. في ريزن اوبتيننج الاندرستاندينج للكلاينت اند اكسترنال انفايرمنت، في حاجات خلتنا نهتم بالايه بالاكسترنال انفايرمنت. ايه الاسباب اللي خلانا نهتم بالبيئه الخارجيه؟ طبيعي جدا في ريسكس اسوشيتد وذ ذا سبيسيفيك اندستري، زي ما قلنا مثلا البترول ممكن يحصل اي مصيبه في اي فيلد اوف بتروليوم يعمل مشكله، ادي ريسك دي اسوشيتد وذ ذا سبيسيفيك اندستري. انهيرنت ريسك كومنت اول كلاينت اون سيرتن اندستري، في خطر متلازم او لازم ممكن يحصل زي الفاير. حريقه مثلا، واحد شغال في البترول بتحصل حريقه بسهوله جدا، واحد شغال مثلا في الكوتون او في التكستايل تمام وحصلت حريقه، ده انهيرنت ريسك، في ريسك ممكن يحصل. يونيك اكاونتنج ريكويرمنت، دلوقتي في حاجه زي ما احنا عارفين في الجوفرنس اكاونتنج، المحاسبه الحكوميه، زي ما خدنا في الاس اس اللي هي تبع ايه الكوربوريشن اكاونت، ده كده نوع من الاكاونتنج يختلف تماما عن البنك اكاونتنج. اللي شغال في البترول بيختلف عن اللي شغال مثلا في البرودكشن العادي المانيفاكتشرنج، بيبقى في شويه اكاونتنج ريكويرمنت او في انتريز بتختلف عن اللي هو شغال، اللي شغال في البترول بيبقى عنده شويه انتريز مختلفه عن اللي شغال في البرودكشن. طريقه عمل الفاينانشال ستيتمنت في البترول بتختلف شويه عن اللي شغال ايه مثلا في البرودكشن اللي هي البرودكتس او سيرفيسز تمام. طيب تعالوا في الستيب
2 رقم بي اللي هو ده دخلنا جوه الشركه او البيزنس اوبريشن بتاعت الكلاينت. احنا قلنا في البيزنس اوبريشن وهنروح للمانجمنت ونشوف الاوبجكتيف والاستراتيجيز واخر واحده اللي هي البرفورمانس. في البيزنس اوبريشن قال لك وانت شغال جوه العميل لازم تفهم حاجات كويسه، حاجات مهمه. ايه هي الحاجات اللي انا لازم افهمها وانا شغال مع العميل؟ لازم تعرف ايه اسباب الربح الرئيسيه، الميجور سورس اوف ريفينيوز. يعني دلوقتي الشركه دي بيجي لها ارباح، هل الارباح ده من السيلز اونلي ولا من السيلز وفي شغل مثلا في لون مثلا بتدي قروض وبتاخد عليه فلوس؟ تشوف ايه الارباح الرئيسيه او الميجور سورس، يشوف السورسز اوف ريفينيو. في بعض الارباح التانيه بس مش ايه، مش بصوره كبيره. يعني مثلا انا هنا دلوقتي بعمل سيلز تو هول سيلر، يعني انا هنا ببيع بالجمله، ده ميجور سورس اوف ريفينيو، انا ببيع باخد كميه. لكن السورس اوف ريفينيو انا هنا ببيع بس مثلا لايه، بالقطعه. يعني انا اعمل مصنع وبعمل ايه، باي برودكت، كاني ايه شخص عادي جدا مش هول سيلر. كي كاستمر وسبلاير، مين الناس او الكاستمرز الرئيسيه اللي انا اقدر اعتمد عليهم لو في مشكله حصل. مصادر التمويل، سورس اوف فاينانسنج، هل بتاخد باللون ولا هي عندها من الكابيتال بتاعها، ولا بتعمل مثلا ستوكس وبتاخد ايه سورس اوف ريفينيو. انفورميشن اباوت ريليتد بارتيز، نشوف كل الشركاء اللي معاهم ياخد ايه معلومات عنهم. والقدره على الابيليتي تو اوبتين فاينانس، لو لا قدر الله حاجه مشكله هتقدر تاخد فاينانسنج ولا لا، عاوزه تزود، عاوزه تزود الكابيتال بتاعها هتقدر تجيب فاينانسنج ولا لا. طيب ندخل على اللي بعدها، ستيب 2 اللي هي بي سي، هنا هتبقى سي. ايه هي المانجمنت وايه هي الجوفرنس؟ قال لك المانجمنت هي بتعمل الاستراتيجيز والبروسيس فور ذا كلاينت بزنس. الاداره هي اللي بتعمل التخطيط لايه، للكلاينت بزنس اللي انا تو بي اوديت اللي انا هراجعه. تمام. طب ايه هي الجوفرنس؟ اورجانيزيشن ستراكشر از ويل اكتيفيتيز اوف ذا بورد اوف ذا دايركتوري اند ذا اوديت كوميتي. احنا قلنا الجوفرنس او الحوكم هي رولز تو جوفرن الاوبريشن اوف ذا كومباني، هي شويه رولز او قواعد بتتحط عشان ينظم عمل الشركه بطريقه ايه سليمه. وده هيبقى اشهر حاجه فيه اللي هي بتاع هناخدها الكوسو. اخر واحده الكلاينت اوبجكتيف اند استراتيجيز اللي قبل الاخيره اصلا، ستيب دي اللي هي رقم 3. هي الاستراتيجيز approaches followed by the entity to achieve organizational objective. الاستراتيجيز حاجة ايه long term، فهي الشركة هتفضل ماشية عشان تعمل الobjectives اللي هي في الشورت تيرم. يبقى عبارة عن ايه، الاستراتيجيز is a long term objectives of small objectives او groups of long term goal to achieve groups of objectives. ال auditor should understand the client objective. ليه؟ ليه هو لازم يفهم الاهداف بتاعت العميل؟ قال لك عشان يقدر يعرف الريلابيليتي بتاعت الفاينانشال ريبورتنج. يعني انا دلوقتي لما يجيب لك الفاينانشال ستيتمنت هو شايف ان هو هيقدر او كان عاوز يحقق او هدفه اللي هو يحقق مثلا 100 مليون، فهو هيشوف الريلابيليتي بتاعت الفاينانشال ريبورتنج، هل فعلا هو ماشي في الطريق الصح ولا لا، او البيانات اللي موجوده في الفاينانشال ريبورتنج دي مظبوطه ولا لا. تاني حاجة يشوف الإفكتيفنس والإفشنسي أوف أوبريشن، كفاءة العمليات شغالة إزاي. طبعا بيشوف إيه بالأرقام والإفصاحات في الإيه في الفاينانشال ستيتمنت، يشوف مدى الكومبلاينس ويز لو أند ريجوليشن، هو قد إيه متماسك أو ماشي مع اللو أند ريجوليشن، وده طبعا مهم جدا. يعني آخر جزئية في الستيب 2 بيقيس البرفورمانس والميجرمنت بتاع الكلاينت. عشان يقيس البرفورمانس بتاع اي كلاينت لازم يبقي بيرفورمانس انديكيتور، كي بي اي، كي بيرفورمانس انديكيتور. انديكيتور يعني مؤشرات اساسيه للاداء، زي الماركت شير، يشوف الحصه بتاعت السوق،
اليونت سيلز جروس، هو بيزود قد ايه في المبيعات، هاو ماتش انكريز ان سيلز. سيم ستور سيلز، الستورز سيلز اوفر ا بيريود اوف تايم، هل المحل ده في سنوات مختلفه ايه المبيعات بتاعته، السيلز بر امبلوي، قدره الامبلوي اللي هو في بيع او تقريبا الامبلوي ده بيجيب لي مبيعات قد ايه. الويب سايت فيزيتورز، طبعا يشوف الفيزيتورز عشان يقدر يشوف الماركت شير بتاعه يقدر يزيد ولا هيقل، او في ماركتنج استراتيجي ولا لا في الويب سايت. السيلز سكوير بير فوت، بالنسبه للمساحه بتاعه الشركه المبيعات توصل لقد ايه. البرفورمانس ميجرمنت، في ريشوز اند بنش ماركينج اجينست الكي كومبيتيتورز، انا بقارن نفسي بالكومبيتيتورز او الاندستري، ده هتتعمل المره الجايه. كده يبقى احنا خلصنا ايه جزء بسيط عن الاوديت بلاننج، وهكمل معاكم ان شاء الله ايه الاجزاء التانيه.